وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والصحفي أحمد كامل. أهلا بك سيد كامل. مجلس حقوق الإنسان يؤجل التصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن الغوطة الشرقية، والأمم المتحدة تنتظر السماح لها بإدخال المساعدات إلى الغوطة. ما الذي يمنع منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان من القيام بمسؤولياتها؟ هو نوع من التواتر الدولي، يعني المنظمة الدولية الأنظمة هي مجلس حقوق الإنسان، هو مجلس للأنظمة، يعني ممكن يكون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. سبق أنه كان رئيسه من النظام الليبي، وسبق أنه من أنظمة عربية ليس فيها دستور وليس فيها قانون على الإطلاق، وحقوق الإنسان فيها صفر مطلق. ويمكن يكون رئيس مجلس حقوق الإنسان أحد تابع للنظام السوري، ممكن يكون بصورة جعفري رئيس مجلس حقوق الإنسان. فإذا منظمة الأمم المتحدة مفلسة إفلاسا مطلقا بكل مؤسساتها، وهي عاجزة عن ضمان الحد الأدنى لحقوق البشر وحياة البشر، غير قادرة على أن تفرض على سفاح مجرم معتوه فاقد الشرعية أن تفرض عليه أنه هي تطعم الناس. هو لا يطعمهم، هو يجب أن يطعمهم، وهي لا تستطيع أن تطعمهم هم نيابة عنه، لا تستطيع أن تقول له ما يقوله المنظمات في الدول الراقية، يعني في السويد وفي ألبانيا وفي أوروبا. إذا عجز رب الأسرة أو المسؤول عن الأسرة عن إطعام الأطفال أو قصر في ذلك، يأخذون الأطفال منه ويطعموهم. هذا لا يحصل، والأمم المتحدة لا تستطيع إدخال ولو رئيس خبز إلا بموافقة سفاح يريد إبادة البشر. إلى هذا الحد هناك إفلاس في المجتمع الدولي وفي منظمات الأمم. نعم، أيضا هناك حديث عن تحرك دولي ضد روسيا ونظام الأسد لإيقاف الهجمات على الغوطة. ما مدى صحة ذلك أو جدوى ذلك برأيك؟ عفوا، لما أسمع السؤال أقول إن هناك حديث عن تحرك دولي ضد روسيا ونظام الأسد لإيقاف الهجمات على الغوطة الشرقية، ما مدى صحة وجدوى ذلك برأيك؟ نتمنى ذلك، ولكن التجارب السابقة كلها كانت غير متمكنة ولا تبعث على ثقة على الإطلاق. من يريد أن يمنع النظام وروسيا وحزب الله وكتائب طائفية همجية قادمة من العراق وأفغانستان وباكستان يستطيع أن يفعل ذلك بدون كل تلك الحركات وكل تلك الاستعراضات. الآن تخرج طائرة أمريكية أو بريطانية فوق الغوطة، فيتوقف كل شيء. لا النظام ولا روسيا ولا إيران ولا الكتائب الشيعية القادمة من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان لا تستطيع أن تضرب طائرة أمريكية، ولا في الخيال ولا في الأحلام. إذا أرادوا وقف هذه المذابح يستطيعون أن يفعلوا ذلك دون مخاطرة ودون كلفة، والآن بنفس اللحظة تتوقف المجازر وتعود الحياة إلى طبيعتها. نعم. في الغوطة، ولكنهم لا يريدون فعل ذلك. الكاتب والصحفي أحمد كامل، كنت معي من باريس، أشكرك جزيل الشكر، كما أعتذر للسادة المشاهدين على رداءة الصوت في بداية الحديث.